يمكن يا دكتور مع تصاعد جائحة كورونا واستمرار السباق العالمي في محاولة إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بنلاقي إن في دول كتيرة منها الدول الأوروبية والدول الصينية وأشهرها طبعا شركتي سينوفارم وسينوفاك، بنلاقي إن تم طرح العديد من اللقاحات على الساحة الطبية، فهل فاعلية هذه اللقاحات أو كل اللقاحات دي بتؤدي نفس الفاعلية أم أنها تختلف عن بعضها البعض في الفاعلية وفي الكفاءة؟ هو حسب التجارب اللي اجريت على اللقاحات المعروضه حاليا والتي بياخدها او بتؤخذ على مستوى العالم فيها بتختلف الفاعليه. ففي مثلا فايزر او شركه فايزر اللقاح بتاعها يعني بيقولوا ان هو بيصل الى اكثر من 94%، في حين ان مثلا استرازينيكا ممكن يصل الى 78%، لقاح سبوتنيك الروسي حاجه 90%، وموديرنا كذلك. ده بيعتمد على الاليه اللي بيشتغل بيها اللقاح، زي مثلا اللقاحات اللي بتعتمد على تكنولوجيا الحمض النووي الام ار ان اي، تمام، واللقاحات اللي بتشتغل باليه بدائيه واللقاحات اللي بتعتمد على الدي ان اي. هل هنا المعيار هو اللي بيحكمنا؟ هو المعيار في كفاءة اللقاحات وكيف يتكون بروتينات بكمية كبيرة جوه الجسم، كيف يعني يحمل التقنية أو اللي أنا بكون منها اللقاح أو بحقن من خلالها اللقاح بتقنية مثلا زي الفيروس الناقل أو الميسنجر ار ان اي أو الطرق التقليدية زي اللقاح الصيني، بتعتمد هل هو بيكون داخل الجسم او بيدخل جوه الجسم بروتينات، البروتينات دي بتبقى يعني مور بنسميها يعني ايه اكثر قوه في استحساس الجهاز المناعي، مور اميونوجينيك، يعني تبقى قادره على ان هي تستنفر الجهاز المناعي كله بقوه كبيره وتكون اجسام مضاده بتركيز كبير او كميه كبيره داخل الجسم تقيه مثلا لفتره كبيره. فالفاعليه حسب بقى التقنيه عموما. ممكن كل اللقاحات اللي هي بتعتمد على الحمض النووي المرسال بيقولوا ان هي تصل ل 95%، يعني هي التقنيه بتختلف بس في حاجات في نسبه بسيطه، يعني مش يعني التقنيه او الاليه هي اللي بيتوقف عليها مدى قدره وفاعليه اللقاح على التاثير. تمام. طيب.